سلام الله عليكم أعزائي متابعي قناة محبرة. بداية ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الزواج هو تلك العلاقة الشرعية أو الميثاق الغليظ كما سماه الله جل وعلا في كتابه العزيز، والتي تربط بين الرجل والمرأة. وتقوم هذه العلاقة على معايير معينة، وتتكون من عصورين أساسيين اثنين لا ثالث لهما، وهما الزوج والزوجة، بحيث يعيش كل منهما مع الآخر ويعملان معا من أجل إنشاء أسرة الهدف منها هو إعمار الأرض وبناء مجتمعات قوية ومتحضرة تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومن الأمور التي تتعلق بالزواج خصوصا في ديننا الإسلامي الحنيف هو ما يعرف بالتعدد، فقد شرع الإسلام للرجل تعدد الزوجات إلى حد الجمع بين 4 نساء دفعة واحدة كما يعلم الجميع، وذلك بشروط تقيد ذلك طبعا. ولكن الأمر الآخر والذي لا يعرف الحكمة منه الكثير من الناس هو لماذا حرم الإسلام على المرأة تعدد الأزواج على عكس ما هو الحال عند الرجل؟ بداية يجب معرفة أمر مهم جدا، فكما هو الحال في الإسلام لا توجد ديانة سماوية أخرى أنزلها الله تعالى تسمح بتعدد الأزواج للنساء على الإطلاق، فما الحكمة من ذلك يا ترى؟ لمنع مشكلة اختلاط الأنساب، إذا تزوجت المرأة أكثر من رجل في آن واحد وأنجبت طفلا فسيكون من الصعب عليها أن تتعرف على الأب الحقيقي للطفل المولود، مما يعرضها ذلك للوقوع في مشاكل معقدة للغاية تجعل من الصعب جدا إثبات النسب الحقيقي للطفل والتعرف على والده الشرعي، وهذا يجعل الطفل بدون هوية كاملة، مما يعتبر ذلك ظلما كبيرا للطفل، وذلك لعدم تعرفه على والده الحقيقي. حماية المرأة من الإصابة بالأمراض الفتاكة، حرم الإسلام على المرأة تعدد الأزواج لدرجة أنه وضع لها شرطا يقيدها إن هي أرادت الزواج مرة أخرى في حال طلاقها أو وفاة زوجها، وذلك عن طريق أشهر العدة، بحيث أنه لا يمكنها أن تتزوج إلا في حال مرور مدة عدتها، وذلك لسبب واجه جدا ألا وهو حتى يتطهر رحمها من مني الزوج السابق سواء كان متوفا عنها أو مطلقا لها، وذلك لا يكون إلا إذا مرت مدة عدتها بالتمام والكمال. بالإضافة إلى أنها إذا تزوجت أكثر من رجل واحد في نفس الوقت فسوف يعرضها ذلك لأمراض بالغة وفتاكة كالإيدز مثلا وغيرها من الأمراض الأخرى التي قد تدمر صحتها. عزيزي المشاهد، إذا أعجبتك الحلقة فأرجو أن تشترك بالقناة وشارك الحلقة مع أصدقائك وأحبائك، وإن كنت مشتركا من قبل فاضغط على زر الجرس الموجود أمام زر الاشتراك ليصلك كل جديد. شكرا لك.